اهلا بكل حضراتكم مره تانية. خلونا نتعرف من خلال الفقره دي على واحد من ابناء النادي الاهلي، ابا عن جد بالمعنى الحرفي، اتربى على مبادئ وقيم النادي الاهلي وبيعمل كرئيس للجنه العليا للجان الاهلي، وهي اللجنه المعنيه بتجميع شباب النادي الاهلي لتقديم انشطه في مختلف الاتجاهات لتوظيف طاقتهم وافاده بقيه اعضاء النادي بطبيعه الحال. هو المهندس وليد مبروك متولي، رئيس اللجنه العليا للجان الاهلي. صباح الفل على حضرتك وسعداء بوجودك معانا، اهلا بيك. صباح الفل يا كريم. صباح الفل يا نوال. صباح الخير يا باشمهندس. مبسوط اني معاكم طبعا، وزي ما قلت لكم قبل الهوا احنا يعني من الاسره كلها من مشجعين البرنامج بتاعكم. تحياتنا لكل الاسره. مخصوص الصبح نتفرج عليكم يعني. ربنا يخليك. يعني ده شيء يسعدنا، وهو عامه الساعه 10 حلو يعني، ما صحناكوش بدري قوي ولا متاخر يعني 10 ده اعتقد بعد كويس جدا. طيب احنا معانا تقرير كده محضرينه، تحب نشوفه الاول ولا نتكلم شويه؟ زي ما تحب. طيب نشوف التقرير. ماشي، خلينا نروح نتابع التقرير ده. عودة الحياة مرة تانية اللي بدأت خلال الشهر اللي فات واللي قبله، دفعت اللجنة العليا أنها تجتمع برؤساء اللجان علشان يقرروا هيعملوا إيه في خدمة الأعضاء الفترة الجاية. أنت عارف طبعا الفترة اللي فاتت العالم كله كان متوقف من شهر مارس يمكن لغاية الشهر اللي فات، أول ما الدنيا ابتدت تتحرك شوية بنجتمع علشان نحاول نرجع النشاط مرة تانية في كل اللجان مع اللجنة العليا. وطبعا هذه اللجنة العليا بتعرض عليها كل الأنشطة أو الأفكار والمقترحات اللي بتتقدم من رؤساء اللجان مع لجانهم إلى اللجنة العليا عشان تعرض على مجلس الإدارة وتاخد موافقة عليها وتبتدي بقى مرحلة التنفيذ بعد كده. كل هذا الولاء وكل هذا الانتماء لازم يترجم في إن اللي انت بتعمله بره أو اللي انت يعني بتعمله في عملك في وزارة الثقافة ومحقق نجاح كبير جدا، لازم كمان يفيد أبناء النادي الأهلي، وخصوصا إن في العشرات والمئات من الموهوبين في الثلاث أفرع اللي موجودين وعندهم المهارات الفنية وكده، ومحتاجين نبحث عنهم ونكتشفهم لأنه نادي الأهلي جدير به أن يكون منارة كمان ثقافية وفنية بالإضافة لكونه أعظم نادي على المستوى الرياضي يعني. اجتمعت كل اللجان، اجتمعت النهارده برئاسة اللجنة العليا المهندس وليد مبروك، الشباب والمرأة والطفل والثقافية وكل اللجان، بدأنا نتناقش في الخطة اللي هنعملها الفترة اللي جاية لخدمة أعضاء النادي. كانت الخطة بنبدأ نحط خطط ربع سنوية للجان تشتغل ازاي، ونبدأ ناخد موافقاتها من مجلس الإدارة ومن المكتب التنفيذي الفترة اللي جاية. بدأت تقسم شغلها في كذا قطاع، ازاي نبدأ نتكلم نمسك ملف التوظيف للشباب الخريجين، ازاي نبدأ نمسك ملف التعليم للشباب اللي في الجامعات وفي المدارس، ازاي نبدا نمسك ملف التدريب المهني والفني لشباب الاعضاء، ازاي ايضا نبدا نشوف الحاجات اللي وزاره الشباب بتقدم خدمات كتير جدا، نبدا نشوف ازاي النادي ممكن يشارك بشبابه في ايفنتات، حاجه زي كاس العالم للانديه، حاجه زي المؤتمرات الشبابيه الرئاسيه، حاجات من دي كتير هنبدا نقدم بيها افكار او اقتراحات لمجلس الاداره. طبعا بعد موافقه المجلس على اي مشروعات من دي بنبدا نقسم القطاع الشبابي ونشوف احتياجاته ايه ونبدا نشتغل على كل احتياج ليه ان شاء الله الفتره اللي جايه. بدأنا النهاردة نحصر الأسماء والتفاصيل اللي هنقدر نشتغل عليها ونكرم الناس اللي شاركوا معنا في المبادرة السابقة، وفي نفس الوقت مقدمين شوية حاجات كتير قوي شغل للفترة اللي جاية هتعجب الأعضاء جدا، بس إن شاء الله هي يعني في ظل الموافقة من مجلس الإدارة. احنا جالنا عدد كبير جدا اشترك معنا على موضوع اللي هي الأشكال الفنية والرسم والحاجات دي، عدد كان كبير تعدى 230 فنان صغير، فاحنا عايزين نكرمهم لأن الحاجات دي طبعا أبرزوها، فاحنا لازم هنعمل لهم معرض وهنكرمهم وهنبرزهم. الحاجه دي من ضمن الحاجات القريبه اللي هنعملها. عندنا حافظه القران الكريم، كان عندنا في رمضان احنا عملنا مسابقه القران الكريم تقدم فيها حوالي حاجه و40 طفل على مختلف المراحل، برضو ان شاء الله هيبقى في خلال الفتره اللي جايه ديت هنعلن على الوقت والميعاد والمكان اللي هيتم فيها التقييم بتاع تحفيظ القران الكريم، وهنبدا نكرم الاطفال. برضو كان عندنا مسابقه اللي هي اعرف بلدك، وكان عندنا مسابقه اللي هي رسمه جميله، كان في حاجات كتير متنوعه. احنا الفتره اللي جايه دي هنبدا نقفل فاتنا مع حاجات جديده هنبدا نقولها لهم، بس احنا سايبينها مفاجاه هناخد عليها موافقه مجلس الاداره ونقولها لكم ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله.
الاجتماع بتاع النهارده ده اجتماع روتيني بنعقده كل فتره، بنجتمع احنا اعضاء اللجنه العليا مع رؤساء اللجان اللي هي المعاونه، وبنتابع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع اللي فات والبرامج، هل هم مشوا في الكالندر بتاعتهم، كل الايفنتس او الفعاليات تم تنفيذها ولا لا، وعرض الافكار الجديده منهم وسمحها ونشوف مدى قابليه ان احنا نطبقها والاتفاق على خطه بتاعه الفتره اللي جايه. يعني بدانا دلوقتي اول ما بدا ان تتفتح تاني النوادي وينفع ان احنا نتواصل مع الاعضاء على الارض النادي فعلا، فكنا محتاجين ان احنا نعمل زي برين ستورمين كده ونبدا نناقش تاني ايه الافكار الجديده اللي احنا لازم نبدا ننزل بيها للاعضاء، والتاكيد على ان في الفعاليات اللي هتحصل زي فعاليات يوم الجمعه او اللي جايه والحاجات دي كلها، ان احنا في فعاليات تم الاتفاق عليها لازم تاكد انها تتنفذ الفتره اللي جايه، وعرض الافكار الجديده والبرامج، بس لازم تتعرض الاول على مجلس الاداره لاخذ الموافقه النهائيه عليها. طيب، هو تقرير جميل ويمكن وافي، ولكن طبعا احنا عايزين نسمع من حضرتك تفاصيل كتيرة، بس انا هبدأ بقى بوالد حضرتك سيادة اللواء، وهو كان احد اعضاء يعني طبعا مجلس ادارة النادي الاهلي، وكان بطل كمان في حرب اكتوبر، فانا عايز ابدأ من الحتة دي يعني، وتعلمت ايه برضو من سيادة اللواء، لانه كان شخصية كمان في غاية الاحترام يعني. طبعا هو يعني انا ابويا بالذات الله يرحمه كان من الشخصيات المؤثرة فيا جدا يعني. أنا مواليد 66، والدي الله يرحمه قعد من 67 لغاية 73 في الجبهة، كنت بشوفه يوم في الشهر تقريبا يعني، بيجي يوم ويمشي، وحتى العربية اللي كانت بتاخده أنا فاكر منظرها لغاية دلوقتي، كنت ببقى متضايق جدا إن في عربية جاية تاخده من البيت وكده. بدأ لما رجع من الحرب 73 دي ياخدنا النادي بقى ويعرفنا يعني النادي الأهلي، وطبعا فترة الحرب كان طبعا بيكلمنا عن مصر، وال أنا كمان جدي من ناحية أمي أو خالها يعني المشير أحمد إسماعيل الله يرحمه، فكانت الأسرة كلها، وعندي ابن عمتي توفى في حرب أكتوبر طيار، الوطنية بتحقق بمنتهى القوة، فكنا الحتة دي متشبعين بيها جدا طبعا. حتة الوطنية والحرب وإسرائيل والقصة دي. نخلينا في النادي الأهلي، بعد ما جه هو من الجبهة بقى ابتدى ياخدنا النادي وينزلنا في النادي، وكنت بقى أنا فاكر كان بيجي ينزلني على باب النادي هنا وانا عندي 7 سنين، يسيبني في النادي يسلمني لحد ويجي ياخدني اخر النهار. طبعا مش عايز اقول لك بقى حط فينا النادي الاهلي ده ازاي يعني انت كده متربي في النادي الاهلي بالمعنى الحرفي للكلمه. من وانا طفل طبعا، ولعبت تقريبا سباحه ولعبت هاندبول وبعدين لعبت كوره لغايه 17 سنه، وبعدين دخلت كليه الهندسه بقى، خلصت عليا في كل حاجه، قضيت على الطموح الرياضي، خلصت على الرياضه خالص. طيب اللجنه العليا للجان الاهلي، طبعا احنا عرفنا جزء من الاجابه من خلال التقرير، بس عايزين نعرف يعني الاجابه الوافيه اكتر من حضرتك، دور هذه اللجنه ودور اللجان المنبثقه منها، وازاي قدرتوا يعني توظفوا الشباب والطاقه الايجابيه اللي موجوده في شباب كتير من اعضاء النادي لخدمه ومصلحه النادي. بص يا كريم، هو النادي الاهلي لما عمل اللجان دي اسمها اللجان الخدميه المعاونه، بمعنى ايه؟ اننا لجان بنشتغل على خدمه الاعضاء ومعاونه مجلس اداره في تكمله بعض الحاجات اللي المجلس ممكن ما حققهاش للاعضاء. احنا لجنه عليا منبثق منها 7 لجان. بسرعه كده، اللجنه الثقافيه برئاسه خالد جلال، لجنه الرواد برئاسه الاستاذ فؤاد اسماعيل، لجنه النشاط الرياضي الترفيهي برئاسه حسين عنان، الاستاذ المعلم حسين عنان، لجنة المرأة برئاسة أنهار أنديل، لجنة الطفل برئاسة نداء داوود، وفي لجنة الشباب برئاسة أحمد حسام عوض، ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ودي كان رئيسها دكتور محمد فتحي واعتذر وجاري إن احنا بنحط حد موجود في المكان ده، اعتذر لظروفه الشخصية. زي ما أنت شايف هي لجنة يعني، وأنت في تنوع ملحوظ في كل الأنشطة، بس زي ما قلنا في التقرير يعني هي احنا في الآخر احنا جزء من المجتمع، النادي الاهلي مؤسسه وطنيه رياضيه مجتمعيه. بنكمل دور مجلس اداره في ان احنا بنشتغل على كل فئات النادي، من مراه لطفل لكبار حتى ذوي احتياجات خاصه، ذوي الهمم، اخواننا ذوي الهمم، كل حاجه شباب يعني. شيء طفل مهم ومحترم اللي انتم عاملينه الحقيقه. طيب المعايير بقى اصلا بيتم الاختيار عليها يعني
حلو السؤال ده بقى، لان انا عندي في الحته دي دايما رؤيه مختلفه شويه. احنا النهارده في نادي، ونادي كبير، النادي الاهلي مش حاجه قليله يعني، ده كيان كبير. اي حد بيحبه بيبقى بالديفولت كده عنده جينات في دمه بتاعه روح الفانيلا الحمراء، بيشتغل بالمنطق ده. احنا بنعمل عمل تطوعي يعني، ما بناخدش اجر عليه. فاللي هيجي يعمل عمل تطوعي في النادي الاهلي لازم يكون جاي عشان هو بيحب النادي الاهلي، عشان هو عايز يدي حاجه للنادي ده. النادي الاهلي يعني بيدينا بهجه وفرحه، حتى وهو بيدينا الحزن بيدينا فرحه معاه، لان احنا بنتكاتف وعلى الحلوه والمره معاه، وبيورينا انه في حتى في حاله الحزن في تكاتف وفي فرحه. فانا النهارده شايف ان الانتماء والولاء قبل اي حاجه، يعني لازم عندي انتماء وبحب النادي الاهلي عشان اجي ادخل اشتغل في اللجان. بس انا عندي بقى رؤيه تانية مختلفه شويه. احنا عندنا الشؤون العلاقات العامه بتعلن عن الكلام ده، انه في اماكن فاضيه في اللجان والناس تقدم. بس اللجان دي عباره عن كل لجنه من 10 ل 15 واحد. النادي الاهلي فيه حوالي 300,000 واحد. انا شايف ان الناس لازم تتفاعل مع مش لازم ابقى عضو لجنه عشان اخدم النادي. احنا الناس تتواصل معانا، تجينا تدور علينا، احنا ممكن نكون مقصرين مش عارفين نوصل لهم قوي، هم يقدروا يدوروا علينا من خلال العلاقات العامه، نمرنا موجوده، اللي عنده فكره يجي يعرضها علينا ويعملها من خلال اللجنه المختصه وياخد حقه في ان دي فكرته. انا مش من وقت ان انا يبقى عندي فكره فانا محتاج اخد اللقطه بتاعتها وان انا لازم اخد، لكن برضو مش في نفس الوقت مش ههدر حقك يعني، لازم تاخد حقك انك عملت حاجه. نقول فلان الفلاني بفكرته من خلال لجنه المراه عمل كذا، من خلال لجنه الطفل عمل كذا. وانا بطالب الاعضاء فعلا يجوا لنا، انا تليفوني مفتوح 24 ساعه، الاهلي كوميونتي على الفيسبوك الصفحه بتاعتنا ممكن نخش نحط افكار على الاخبار اللي بتنزل، نروح العلاقات العامه ناخد نمر تليفونات، احنا موجودين في خدمه الاعضاء. الخطط اللي بتحطوها يعني سواء اللجنه الام او اللجنه العليا لما بتيجوا تخططوا للتفاصيل بقى بتاعه بقيه اللجان، ايه نوع الخطط اللي انتم بتحبوا تشتغلوا عليها؟ ايه نوع الاهداف اللي بتحطوها وبتحاولوا توصلوا لها؟ انا من هواة الحاجات اللي بتخدم على الاعضاء، بمعنى ان بتعلي نسبه المشاركه. انا شايف ان انا نجاحي متقاس بان انا ازود مشاركه الاعضاء معايا في الفعاليات وفي الانشطه. طول ما انا بعمل فعاليات وانشطه بتزود مشاركه الاعضاء فانا راجل بعمل حاجه مظبوطه. الافكار بتيجي من هذا المنطلق. احنا في فتره سابقه كان فيها اخويا وصديقي العزيز محمد يوسف كان ماسك، عمل حاجات كتير قوي في اتجاهات متنوعه. انا شايف مثلا هم عملوا تكريم لابطال حرب اكتوبر، وده كان حدث من الاحداث اللي يعني حطنا في مأزق ان احنا مش هنعرف نعمل زيه، لانه جاب عائلات من النادي كتير جدا فيهم انا والدتي كانت بتكرم في الحدث ده، ومن الحاجات الفارقه بالنسبه لها يعني، والصوره جت في التقرير يعني. فاحنا بنشتغل دايما على ان احنا نوفر للاعضاء حاجات، يعني مش عايز اسبق الاحداث، احنا عندنا موافقه من مجلس الاداره على حاجه انا بعتبرها هتبقى من اعز الحاجات على قلبي ان انا هعملها، اللي هي محو اميه عمال النادي اللي عندهم يعني اميه ما عندهم اميه عندنا عدد من العمال، خدنا موافقه من المجلس هنعمل بروتوكول مع هيئه التعليم الكبار، هنعمل حاجه من نوع من انواع التكافل الاجتماعي بقى. زي ايه؟ انا الهيئه هتدرب لي اعضاء من النادي عايزين يبقوا هم المدرسين، والاعضاء هم اللي هيدرسوا للعمال، والعضو اللي هينجح عامل هياخد عليه مكافاه، والعامل اللي هينجح هياخد مكافاه. فهي الفكره انا دخلت جوه مجتمع النادي، سوري انا بدون قطع كلامك، انا دخلت جوه مجتمع النادي عملت ايه؟ تكافل اجتماعي بين الناس، وعملت دوري كمؤسسه وطنيه ان انا بساند مؤسسات الدوله في دورها. وده برنامج محو الأمية، ده برنامج انتوا عارفين طبعا انه من اهم الحاجات اللي في مصر المفروض نشتغل عليه. لا مجهود محترم جدا، انا عاجبني. طب انا عايزه اروح اكتر بقى للجنه المراه، يعني ان انا عاجباني شويه، ممكن انا وكريم مهتمين كمان جدا بالمراه وفكره هنا الرياضه كمان للمراه، فايه اللي بيقدم في هنا في اللجنه دي؟ كويس انك قلت الرياضه، هي لجنه المراه عندها ايفنت جم السبت الجاي والسبت اللي بعده والسبت اللي بعده، الجزيره الشيخ زايد مدينه نصر، هيعملوا يوم رياضي على حمام السباحه وتقدري تشرفينا فيه يعني. طبعا ده. لا ده بقى ما يكونش ده. طبعا والله. ايه نوع الانشطه اللي هتبقى موجوده؟ هيعملوا بقى فان داي وزومبا وانا مش عارف الحاجات دي، او زومبا وايروبكس وحاجات كده. بلاش زومبا برضه ده يعني، بلاش نفسي يعني. بص هو ده يوم اليوم ده بيبقى يوم سيدات بس، فاحنا هنعمل ما تودهاش ده يا كريم، ادينا فرصه يا كريم. احنا الزومبا بتاعتنا لا يا كريم لو سمحت، هنطلع نعمل الكلام ده مع بعض في يوم للرجاله ان شاء الله. لجنه المراه بتشتغل على حاجات طبعا
كتير جدا. كنا عاملين المبادره الرئاسيه بتاعت 100 مليون صحه. كانوا جايبين العربيات بتاعت الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعاملين ندوات. لسه الجمعه اللي فاتت كان في ندوه في الشيخ زايد عن صحه المراه متنظمه تبع 100 مليون صحه يعني. والمبادره يعني نوع يعني نوع وعدد الانشطه اللي انتم بتعملوها بيخيالي ان انتم ممكن في مرحله من المراحل الموضوع يتوسع ويكبر عن كده كمان، ويبقى الدور المجتمعي للنادي الاهلي متحقق بشكل ملموس اكتر على صعيد المجتمع بره اسوار النادي الاهلي. ده سؤال حلو جدا. يعني احنا عندنا طبعا المرحله دي تقريبا يعني. طبعا احنا انا بس عندي تحفظ ان انا اقول على حاجات معينه لان انا لازم اخد موافقه مجلس الاداره. احنا بنشتغل في مؤسسه فيها نظام مؤسسي وبنشتغل بنظام. انا بقدم طبعاً للمكتب التنفيذي بيرفع لمجلس الاداره بيوافقني. في فكره باقتضاب كده محتاجين موافقه المجلس عليها هتخرجنا للشباب في الجامعات ونروح بالكوادر وبالاسماء الرنانه اللي في النادي الاهلي للكليات المختصه حقوق طب اعلام اي حاجه. هننزل بالكوادر الاهلي اللي موجوده من الاختصاص ده للجامعات بشكل معين بس ناخد موافقه مجلس الاداره ان شاء الله عليها. وهيبقى النادي الاهلي متواجد الناس بتشوف النادي الاهلي كويس. بقى الناس لو عندها حاجه من ناحيه النادي الاهلي معلومه مغلوطه عن النادي الاهلي تشوفه بشكل كويس. انا ما بطلبش منك تغير انتمائك، انا بطلب منك تشوفني بشكل ان انا راجل ايادي بيضاء واضحه وصريحه على المجتمع ككل. بالظبط. جميل. في مؤسسه الاهلي للتنميه المجتمعيه او انا مش عارف اسمها بالظبط تم اشهارها ولسه هتبتدي بقى ليها دور. دي بره عمل اللجان يعني كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارتها. طيب انا عايزه اصحيك كابتن وليد لان الصحه النفسيه بتكلم هنا كمان من ناحيه الرياضه مش الصحه النفسيه في العموم دي او ده ملف هام. ويمكن في برنامج هنا استضفنا يعني بعض الاخصائيين في هذا المجال واكدوا لنا قد ايه ده مهم كمان للعيبه ولكل ابطالنا تحديدا. بنتكلم كمان على النادي الاهلي، هل في نظرة مستقبلية للاهتمام بهذا الملف؟ هل ممكن يبقى فيه مثلا أي استراتيجية علشان نتكلم هنا أن الصحة النفسية تبتدي يبقى فيها ثقافة مختلفة شوية تحديدا بين الأبطال بتوعنا في النادي الأهلي؟ والله دي فكرة كويسة جدا. احنا كنا ابتدينا بالطفل، كنا عملنا قبل الكورونا مجموعة ندوات عن السلوك والتربية وازاي نعامل الطفل وازاي نحببه في الرياضة وازاي ينزل من بيته يروح التمرين وهو مش زهقان وازاي في البيت لما يعمل ايه تعمليه معاه ايه. عملنا ثلاث ندوات كانت حاجة لطيفة جدا. انا بس عايز يعني واحنا بنتكلم عليها جه في بالي حاجة. انا مش عايز افوت بس فترة الكورونا. فترة الكورونا احنا كان عندنا حاجة صعبة جدا. احنا كنا قاعدين مجتمعين في النادي وكان الاجتماع بنتكلم هنعمل الفترة الجاية، واحنا قايمين من الاجتماع جالنا خبر النادي هيقفل. فقمت قلت لهم احنا مش هنعمل زي الناس، هنروح نقفل باب النادي ونروح نقعد في البيت. قالوا لي هنعمل ايه؟ قلت لهم لازم تفكروا في حاجه نعملها. رحنا طالعين بسلوجان قلنا يلا نطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. انا عايز اقول لك احنا عملنا في فتره 3 شهور حوالي 25 فعاليه اونلاين، شارك معانا كميه ناس فيها واعضاء. احنا عملنا مسابقه في الرسم للاطفال شارك فيها 250 طفل. رسومات كانت حاجه اعرف بلدك. كانوا بيرسموا مصر في عيون الطفل، يعني الطفل بيرسم مصر في عينه شكلها عامل ازاي. حاجه اوريكم رسومات هتبقوا مبسوطين بيها جدا. عملنا مسابقه لدعم جيش مصر الابيض، جالنا رسمه لدعم اطباء مصر. عملنا دور بلاي ستيشن اونلاين بس فين كله كان اونلاين كله اونلاين كله اونلاين. عشان بس ان شاء الله حفله قريب نكرم كل الناس اللي اشتركت في القصه. حلو قوي باشمهندس فريد. يعني انت مش مجرد شخص بينتمي للقلعه الحمراء النادي الاهلي العظيم، انت واحد اتربى في داخل اروقه النادي الاهلي بالمعنى الحرفي. فده بطبيعه الحال اكيد عبر تاريخك وعبر مشوارك مع النادي اكيد حضرت لحظات ما تتنسيش، انتصارات انكسارات لحظات مؤثره بشكل عام. ايه ابرز اللحظات اللي فعلا كانت مؤثره جدا بالنسبه لك وانت حاضرها من داخل اسوار النادي الاهلي؟ بس انا هبتدي بالانكسارات لان دي اول مره في حياتي كان الاهلي يتغلب. قعدت 4 ايام ما اروحش المدرسه. كان الاهلي اتغلب من هم تقريبا فريق صغير كده، وكان حد فريق الاهلي اللي جاب جون في نفسه كان كابتن حمدي جمعه الله يمسيه بالخير. وقعدت 4 ايام ما اروحش المدرسه. بعد كده بقى انت عارف التاريخ الانجازات هقعد اتكلم في حاجات يعني طبعا ده عايز اراشق ماتش 4-2 اللي الكابتن خطيب جاب فيه جون التعادل وكده. انا كنت في الملعب وهو كان المفروض مش في الاحتياطي وقام يسخن فيعني ولابس كان بنطلون جينز وقلع ونزل وسخن ونزل جاب جون وتعادلنا وكسبنا 4-2 مش هنساه. طبعا ماتش الشهير بتاع ابو تريكه الصفاقسي في تونس بطوله افريقيا الكونفدراليه عماد متعب
في ماتشات في الدوري كتير لحظات حاسمه كنت بجري في الشقه لوحدي بعد ما يجي جون لو انا مش في الملعب يعني. فالنادي الاهلي بص هو من ناحيه ان الانتصارات كتير فهي كتير الحقيقه بطبيعه الحال. الحمد لله ربنا يديمها نعمه يعني. وزي ما قلت لك وفي الانكسار بيفرحنا اكتر طبعا. بانه بيخلينا نحس ان احنا يعني ايه ده بندي دروس يعني. استاذن حضرتك بقى نوقف عند النقطه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل ثم عوده ال10 الصبح في الاهلي، اتفضل. اللي جبت لي السكر. لا يا حبيبي انا واخداك كده مسكر جاهز. كات هايل اللي بعده. الكلام اللي احنا ساعات بنقوله عادي كده في ناس بتعيش معاناته كل يوم. وان جيتوا للجد يا جماعه الضغط والسكر دي امراض بتعيش مع الانسان العمر كله. بنرحب بحضراتكم مره تانية ومعانا المهندس وليد مبروك. وبنتكلم هنا بقى عن الشباب تحديدا لان ده ملف كبير جدا وحضرتك حابب ان احنا نستفيد فيه شويه، فدورك مع هنا بقى عمل الشباب، تجميع الشباب برضو لان دي اعتقد من الملفات الهامه في الدوله كلها مش بس في النادي. بالظبط انا كنت هبتدي كلامي اقول كده. اي احنا دوله او اي حتى مؤسسه كيان ما عندوش قاعده شبابيه يرتكز عليها ما عندوش مستقبل. احنا عندنا الكابتن خطيب من اول يوم داعم لموضوع الشباب ده وملف الشباب ودايما بيلح وبيصر على ان هم ياخدوا فرص ويتواجدوا ويبقوا موجودين جنب اخواتهم الكبار يتعلموا، واللي عنده قدره انه يقود حاجه يدخل يقود فيها. الشباب بقى في النادي الاهلي انا محسوبين عليا من 3 4 سنين ومتجمعين حوالي الحمد لله. انا عندي جروب واتساب في حوالي 180 واحد عملوا معايا حاجات كتير منها بطولات افريقيا في الصالات. كنت اول مره في حياتي اشتغل حاجه زي كده، فدخلت مسكت ملف ان انا اشتغل الافتتاح والختام والتتويج والمراسم والحاجات اللي بتتعمل في بدايه الافتتاح في الختام والملعب والجمهور والاذاعه الداخليه في الملعب ونزول الفرق فقلت لهم انا مش عايز فولنتيرز، انا عايز اجيب ولاد النادي، مش عايز متطوعين، انا هاخد ولاد النادي. فكان فيها ريسك طبعا، بس انا راهنت على اللي قلته في الاول بقى، راهنت على ان اي حد عنده انتماء وولاء وبيحب هيبقى عنده روح الفانيلا الحمراء، هيعمل ده وهو بقلب حتى لو غلط غلطته هتعدي. والحمد لله الفريق النادي الاهلي كان بياخد كل البطولات دي، كان هو نجم البطوله الاول، نجم البطوله الثاني كان الشباب. يعني انا كنت اتمنى ان انا اجيب شويه صور وهم واقفين بيقودوا الجمهور في المدرج باللبس بتاع اليونيفورم بتاعهم وهم بيغنوا مع الفرقه بعد ما خرجت من الملعب كسبانه. الحاجه الثانيه اللي عملوها وانا شايفها نقطه فاصله في حياتي انا وفي حياتهم ان احنا لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان نادي وكيان كبير كان يستحق يبقى عنده لائحه نظام اساسي خاصه بيه. في لائحه استرشاديه الدوله حطها للانديه. النادي اللي عايز يغيرها لازم يعمل جمعيه عموميه ويجيب عدد من الاصوات، مش سهل. الشباب دول قعدوا شهرين يشتغلوا معايا على الارض ازاي نشرح للاعضاء يعني ايه لائحه؟ يعني ايه مضمون اللائحه؟ ياخدوا اراء اعتراضات ونقدمها والمجلس يناقشها، وكان في لجنه لصياغه اللائحه، غيروا بنود من حاجات جابتها لهم الشباب من على الارض. بعد كده يوم اللائحه نفسه يوم التصويب بتاع الجمعيه العموميه، انا عايز اقول لكم واقعتين، واقع في البطولات وواقع في الـ في الـ في, الـ في البطولات. انا الشباب كانوا بيشيلوا السجاجيد اللي بتتفرش اللي بيجري عليها اللي بيحصل عليها التتويج بايديهم ويفردوها على الارض. في الجمعيه العموميه كانوا بيقفوا على باب النادي اللي مش عارف يلاقي مكان يركن بياخدوا منه عربيته يركنوها له. انا عايز اقول مهندسين اعلاميين محاسبين محاميين دكاتره، يعني بيعملوا ده ليه؟ ما حدش طبعا يقدر يقول غير ان هم بيحبوا النادي الاهلي. هم حاجه حلوه قوي في حياتي ومن الاحداث احلى حاجه حصلت في حياتي على المستوى العملي. هم كانوا الشباب مجموعه الشباب دول. انا ان مجرد فكره بس تفصيله حبهم الشديد للنادي الاهلي ده دينامو في حد ذاته. بس يعني ده محرك. انا كنت حتى عايز اسالك يعني لاحظت ايه من خلال تعاملك مع الشباب في النادي الاهلي يعني كنموذج للشباب المصري، ايه الخصائص بتاعتهم؟ ايه القاسم المشترك اللي لاحظت انه موجود في كل الشباب والشابات اللي انت اتعاملت معاهم
داخل النادي ده؟ هو انا اتعلمت منهم كتير قوي. هم عندهم حماس يخليك تتحرك لو انت حتى مش قادر تنزل من البيت، دي نمره واحد. نمره اتنين، الشباب في مصر عنده طاقة وعنده قدرات وعنده يعني مساحة وجهد يقدر يدي، بس عايز مساحة، عايز يعني يتفتح له طاقة يشتغل منها. طبعا في دلوقتي المؤتمرات الشبابية اللي بتتعمل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحاجات البرنامج الرئاسي لتأهيل القادة والحاجات دي طبعا يعني حاجات انا شايف انها طفره بتحصل في البلد. احنا على مستوى النادي الاهلي برضو عندنا الكلام ده، ان الكابتن خطيب فعلا تاني برجع اقول داعم لده مليون في المية. كلام جميل. هو دايما لازم الرؤية السياسية كمان تطبق في المجالات بالزبط. المختلفة، لان الدعم بيكون من فوق، لكن يجب ان هو يتم تعميمه بعد كده الجميع يشعر فيه. طب احنا جزء من الدولة، النادي الاهلي جزء من الدولة المصرية. احنا معنا تليفون. معنا الاستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الاهلي للانتاج الاعلامي. صباح الفل على حضرتك يا فندم، اهلا بيك. صباح الخير يا اخوان، منورين الشاشه وعاملين حاله جميله جدا جدا جدا، يعني زي ما بقول للاهلي. وتحياتي بقى للصديق العزيز المهندس وليد مبروك. تحب تقول ايه بقى فرصه وهو معانا على الهواء يا فندم، لو عندك اي تعقيب حتى على الكلام اللي اتقال؟ لا هو حاجه طبعا. بص، احنا بناء النادي الاهلي ومجلس اداره ورئاسه الكابتن محمود الخطيب والاداره التنفيذيه بتهتم جدا جدا بخدمه الاعضاء والعمل الاجتماعي في النادي. فالحمد لله هو تواصل اجيال. انا كنت رئيس لجنه عليا قبل مهندس وليد. مهندس وليد هو طبيعي جدا، نشط جدا جدا جدا. الشباب اللي هو كان بيتكلم عليهم دلوقتي حاجه رائعه جدا جدا، هم ذخيره للنادي الاهلي، وكان بيركز عليه حقيقه. يعني الكابتن محمود الخطيب ووليد بيديهم اهتمام خاص في اثناء حتى اعداد البرنامج الانتخابي، لان ده سبيل اعداد كوادر جديده للنادي الاهلي ومستقبله ان شاء الله. طب انا خليني برضو اسال حضرتك نفس السؤال اللي سالته الاستاذ وليد، لاحظت ايه من خلال تعاملك المباشر مع الشباب في النادي الاهلي؟ ايه خصائص الشباب دول؟ ايه اكتر حاجه بتميزهم؟ ايه القواسم المشتركه ما بينهم؟ شوف حاجه، هو اهم حاجه في الشباب عارف الطاقه والقدره، والقدره على الابتكار، زائد حبهم للنادي الاهلي الشديد بدون مقابل. ففعلا لما بتحطهم زي ما بتقول كده في النار بتلاقيهم يعني حاجه ما شاء الله. زي ما وليد كان بيتكلم في البطولات الافريقيه، مثلوا نادي الاهلي لاول مره خير تمثيل، ما احتاجناش ان احنا نجيب اي حد من بره. في اثناء اللائحه اقمنا ندوات كمان لمناقشه اللائحه وخدنا ارائهم، وبالتالي دائما وابدا الانبوت بتاعهم لينا بيكون مفيد جدا جدا جدا. باقي قدرتهم بقى على التطوير، ودي انا شايف ان هي هتبقى يعني انطلاقه في المستقبل في النادي الاهلي. جميل. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا وبنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي. صباح الفل على حضرتك وعوده الكابتن. عوده مره ثانيه. انا طبعا سعيده وعايزين نشكره على الكلام الحلو اللي قاله استاذ محمد، حقيقي بنشكرك جدا. بنشكر كل الناس اللي بتقول دايما كلمه حلوه واللي بتتابع البرنامج، دي حاجه اكيد بتسعدنا وبتشرفنا. انا هرجع مع حضرتك، والحديث عن الشباب ما بينتهيش، ولكن في بعض ممكن يقول طيب انا دلوقتي كشاب موجود، انا ازاي حتى لو ما لحقتش ان انا اخد فرصه او ما جاتليش الفرصه ان انا اقدر اساعد، ازاي انا اقدر اطور من نفسي؟ ده بقى يعني انا عايزه نصيحه عامه، مش فكره بس انا بتكلم عن شباب النادي الاهلي، لان في بعض الشباب عندهم هذه الطاقه ولكن ما عندهمش الوسيله. ازاي انا اقدر بقى هنا افيد او انصح هذا الشاب؟ والله الشباب عموما في مصر عنده ميزه ان هو يعني بيتعلم، يعني لما حد بيقرب منه يحاول يعلمه حاجه بيتعلم. فاحنا بننصح الشباب دايما انت اللي تروح تدور على المنصه التعليميه اللي هتعلمك، تروح تاخد كورسات تنمي نفسك. في حاجات اونلاين دلوقتي كتير قوي، مش محتاج حتى تروح في مكان، مش محتاج تسافر بره عشان تتعلم، بقى تقدر تعمل ده وانت قاعد في بيتك. صحيح. الشباب ما يكسلش، يعني قعده القهوه حلوه وكل حاجه وقعده النادي حلوه، بس ممكن نقعد على القهوه ونقعد في النادي ربع ساعه 10 دقائق ساعه، لكن عندنا وقت طويل قوي في اليوم ما نضيعوش. يعني انا برجع من شغلي الساعه 5 او من جامعتي الساعه 5، اقدر اطور من نفسي واعلم نفسي. على مستوى النادي الاهلي انا بقول لهم تعالوا لنا، تعالوا لنا وتعالوا بافكاركم واحنا هنبرزها. وعندنا على فكره عندنا كذا برنامج لتشغيلهم وكذا حاجه شغالين عليها، وكنا جبنا لهم اجهزه من شركه مختصه في الكلام ده، حطيناها في النادي عشان يحطوا فيها الابلكيشن بتاعهم ويشتغلوا، وهنعمل منتدى وظيفي بيساعد على ان هم يلاقوا كمان فرصه طبعا. عمل وهنعمل لهم منتدى وظيفي اونلاين قريب جدا خاص بس بشباب النادي الاهلي. فانا بقول للشباب يعني دايما الشاب اللي قاعد مكانه وعايز يستنى الفرصه مش هتجيله. ده شغل متكامل بالمعنى الحرفي اللي انتوا عاملينه. والله يا استاذ كريم احنا لو عندنا وقت اكتر من كده، احنا عندنا الحمد لله
بس هي فترة الكورونا نايمتنا شوية. بالمناسبة ممكن يتم الاستفادة من كل شاب وشابة من أعضاء النادي الأهلي طبعاً. مش بس العدد المتاح في اللجان طبعاً، بحيث أن كل واحد منهم يبقى سفير للنادي الأهلي حتى في المجتمع طبعاً. بشكل عام. وده أنا قلت لك في أول كلامي، إحنا عايزين الناس تجيلنا تدينا أفكار، مش الشباب بس على فكرة، في كل المحاور تعالى ادينا فكرة ونشتغل عليها مع بعض، فنجيب ناس تشتغل معانا ونبقى عندنا قاعدة وعندنا نسبة مشاركة عالية. أنا حابب الناس توصل لنا أكتر بكتير. إحنا عندنا 300,000 أسرة، 300,000 أو 400,000 واحد في النادي الأهلي. أنا أشك إن في 5% مثلا منهم يكونوا عارفين إن في حاجة اسمها لجان. أنا بقول لك أهو، أنا وده ممكن يكون تقصير مننا إحنا. النسبة دلوقتي بعد الحلقة دي بطبيعة الحلقة إن شاء الله أنا معتمد عليكم بصراحة، يعني أنا يعني مبسوط جدا إن أنتوا تطلعونا من الحتة دي، وإن شاء الله برضو نخلي الناس رؤساء اللجان يجوا تباعا لو عندكم وقت يحضروا ويبقوا موجودين ويتكلموا عن اللجان، وتبقى فرصة كويسة إن الناس تقرب أكتر. يعني كلام جميل، وعايزين نشوف حضرتك ان الحلقه خلاص خلصت كلها مش الفقره بس تمام. بس احنا هنشوف حضرتك بقى في النادي الاهلي على مدار الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا على فكره بنروح اوقات، بس حابين بقى نتقابل ان شاء الله المره الجايه. لازم لازم. نورتنا يا باشمهندس وليد، شكرا لحضرتك، شرفتنا بوجودك معانا. بنتمنى لك انت وكل اللجان، سواء اللجنه العليا او اللجان المنبثقه، كل التوفيق ان شاء الله. نورتنا. نبارك بس للنادي الاهلي على الدوري 42 وان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله في الجزيره. اهلاويه باذن الله، تسعه اهلاويه ان شاء الله. طيب خلصت حلقتنا، وبنشكر اكيد كل حضراتكم على حسن المتابعه، وبنشكر حضرتك لوجودك معانا، وكل الشكر لكابتن نهوان كابتن نهوان وكابتن كريم. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده.